بسم الله وصلى الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لكم تاني مع الفتاوى، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم أمين. ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول: ما حكم استخدام كريمات الجلد وزيوت الشعر أثناء الصيام؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن استخدام الكريمات وزيوت الشعر أثناء الصيام لا تبطل الصيام ولا مانع منها، حتى العطور في الصيام لا تبطل الصيام، إلا أن الأولى أن تكون رائحة خلوف فم الصائم كما هي، يكره له أن يتطيب. طب لو تطيب لا شيء عليه ولا حرج عليه، قال صلى الله عليه وسلم: لخلوف أفواه الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. من تطيب وهو صائم، من وضع كريمات للشعر وهو صائم، من وضع زيوت للشعر وهو صائم، صيامه صحيح ولا يؤثر على الصيام بشيء، والله أعلم. ورد إلينا سؤال آخر يقول: هل التدخين يبطل الصيام؟ أقول وبالله التوفيق: نعم، التدخين يبطل الصيام، لأن الدخان ناتج عن التبغ، والتبغ عبارة عن إيه؟ عن إنه بيتكاثف داخل الأنف وينزل إلى الصدر، فيكون جرم دخل جوف الإنسان فيحصل به الفطر. التدخين يبطل الصيام أيضا، وهو عادة سيئة. قال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فربنا سبحانه وتعالى يبعد المدخنين عن الدخان، وفرصة وانت في رمضان أن تبتعد عن هذه العادة السيئة، والله أعلم. ورد إلينا سؤال آخر من أحد المشاهدات تقول: ما حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد: لا مانع شرعا من ذهاب المرأة وأن تصلي التراويح في المسجد طالما أذن لها زوجها، إلا أن الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها، لكن إن استأذنت من زوجها فلا مانع، وإن ذهبت إلى المسجد محتشمة وبحجابها الشرعي فلا مانع أيضا أن تصلي في المسجد. لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله، لكن العبرة إن المرأة تذهب إلى المسجد بحجابها وتذهب محتشمة وتذهب وتراعي آداب دخول المسجد وتصلي، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع، اللهم أمين. نسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم أمين. أشوفكم بكرة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.